جواب شركة ألفاريز أن مارسل حول عودتها إلى لبنان مرتبط بمجاية الاجتماع الافتراضي الذي سيعقد غدا الثلاثاء، والذي يشارك فيه على الجانب اللبناني كل من وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي كريستال وكيم، وفق ما تؤكد معلومات الأو تي في. كل الترشيحات التي تحجج بها حاكم مصرف لبنان لتسليم المستندات إلى شركة التدقيق وضعت، فعلق العمل بالسرية المصرفية عاما انقضت منه 3 أشهر. فما الذي يمنع تسليم المستندات حتى الآن؟ الجلسة العامة النيابية الأساسية التي أقر فيها آخر قانون كان مطلوب لخليني أقول لنزع ذريعة وفتيل على العرقلة، كان واضح أنه في تلك المرة لم يكن هناك أطراف يسيرون في التدقيق الجنائي بدون أي حرج إلى 3 أطراف، وهي تكتل لبنان القوي، تكتل الجمهورية القوية، وكتلة الوفاء للمقاومة. أما بقية الأطراف فكانت لديها ذرائع، وفي كل مرة كانت تتحجج وتحاول الالتفاف والاستدارة. هلا بتلك الجلسة وفق صياغة معينة والضغط الكبير الذي أقيم وخوف يمكن من الرأي العام اللبناني والخارجي، خاصة أن هذا الأمر أصبح مطلبا دوليا لمساعدة لبنان، وهو يشكل البند الأول في المبادرة الفرنسية من بعد تشكيل الحكومة. لذلك يمكن كل الأطراف اعتبرت أنها قد تكون خسرت جزئيا هذه المعركة، لكنها لم تخسر الحرب، بدليل أنها لا تزال تعرقل. بإحدى الجلسات الأولية مع فخامة رئيس الجمهورية كان واضح أنه رئيس الحكومة المكلف، فتح رئيس الجمهورية بهذا الموضوع وقال له أنه دعنا نرى هيك صيغة معينة لموضوع التدقيق الجنائي، لأن هناك بعض الأطراف لن تسير في الحكومة وتسهيل تشكيل الحكومة أو إعطائها الثقة في المجلس النيابي إذا ما تشكلت بسبب موضوع التدقيق الجنائي. ليس المطلوب إلا جدية من قبل وزير المال لا تقاذف مسؤوليات بينه وبين حاكمية المركزي بعد انتهاء المهلة الأولى المعطاة من الشركة قبل موافقتها على تمديدها أسبوعا تنتهي غدا. المركزي قال إنه سلم المطلوب لوزارة المال، والأخيرة تقول إن مصرف لبنان لم يسلم إلا 42% من المستندات المطلوبة، فمن المستفيد من تطير التدقيق الجنائي؟ من بعد ما أزيلت كل الذرائع لا يمكن اليوم أن يتم وضع أي عرقلة تجاه أي مستند مطلوب، إلا إذا كان هناك معركة ستفتح بشكل واضح لا التباس فيه من بعض الأطراف برفض هذا الموضوع والضغط على حاكم مصرف لبنان أو بالتنسيق معه ومع وزارة المال من أجل يعني عدم تسليم المستندات ودفع الشركة إلى الاعتذار نهائيا. تراجعت الممانعة السياسية برلمانيا لتبدأ ممانعة من نوع آخر، ترهيب بالحرب الأهلية في حال حصول التدقيق الجنائي. تهديد بأنه هذا قد يؤدي إلى حرب، نحن بالنسبة لنا هذا موضوع يؤدي إلى إعادة بناء الدولة، لذلك المعادلة هي بالنسبة لنا التدقيق الجنائي يساوي استعادة المواطنين إلى وطنهم واستعادة الدولة وبنائها. بالمنطق فإن من يهدد بالحرب الأهلية في حال تحقيق التدقيق الجنائي إما يعرف حقيقة الفساد في لبنان ويستفيد، وإما شريك أساسي فيه، وفي كل الأحوال ليست المعادلة إما التدقيق الجنائي أو الحرب الأهلية، ولكنها ببساطة إما التدقيق الجنائي أو تهجير اللبنانيين.